تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. سيداتي سادتي، مع بداية هذه السنة الجديدة كل عام وأنتم بخير 2012، نقرأ أحيانا مقالات عن نهاية العالم، بقول لك إنه خلص علامات الأزمنة، زلازل، مجاعات، حروب، المحبة تبرد في قلوب الكثيرين، ولكن ماذا ورد في الإنجيل الطاهر؟ في الإنجيل الطاهر ورد إنه هذا كله بدء المخاض، بدء المخاض يعني لسه بداية آلام الولادة. وإذا أردنا أن نأخذ كل الكتاب المقدس وليس فقط بعض الآيات وبعض المراجع، نفهم من كلام السيد المسيح أن أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا أحد يعلم عنها. يعني أنه السيد المسيح يقول أنه وقت الساعة غير معروف، بل أيضا في العالم الإسلامي يعني يقال عن الله وحده أن عنده علم الساعة، يعني الله وحده يعلم اليوم والساعة. من جهة أخرى، إذا أردنا أن نستمر في قراءتنا للعهد الجديد، مثلا رسالة القديس بولس لأهل روما فصل 11 آية 26 وتابع، وهكذا يخلص جميع إسرائيل، نجد أنه إذا بدنا ناخذها بمعناها الحقيقي الوحيد الخلاص لكل إسرائيل، يعني إيش؟ يعني اعتناق الشعب اليهودي للمسيحية، اعتناق الشعب اليهودي للمسيح، وذلك بأعداد كبيرة، وهكذا يخلص جميع إسرائيل. طبعا في بشر خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية حللوها يخلص جميع إسرائيل، يعني إيه؟ إنه الدولة اليهودية، وهذا مش الخلاص، هذا مش الخلاص. وفعلا أيضا الدولة اليهودية لم تعمل لبقاء المسيحيين، بل هجرت المسيحيين بعشرات الآلاف منذ بعد 15 من أيار سنة 1948. من ناحية أخرى، إذا نظرنا إلى كل التوقعات والتكهنات والتخمينات حول نهاية العالم، وجدناها إنها كاذبة. مثلا فئة، إذا بدنا نحكي عن فئة شهود يهوى، على فكرة يهوى لا نجد هذه اللفظة بالمرة في العهد الجديد اليوناني، بما أنه في اللغة اليونانية ما فيش حرف الهاء كحرف، وفيش حرف الهاء كإشارة في نص الكلمة ولا في آخر الكلمة، يعني الهاء كحرف غير موجودة باللغة اليونانية إلا في أول الكلمات، في أول الكلمات، يعني في إشارة هيك في أول الكلمة، أو عفوا هيك الإشارة هاي. إيدور مثلا، إيدور الماء، عشان هيك من ترجمة تنقلها باللغة الثانية هيدروجين بالإتش، بس فيش إتش باللغة اليونانية أصلا إلا كإشارة أول الكلمة. ولكن لما نقول كلمة يهوى، هاي في مرتينها، مرة بنص الكلمة ومرة بآخرها، وهذا مستحيل في اللغة اليونانية. يعني حتى اليوم ما يسمى بشهود يهوى باليوناني، فيش ها باللغة اليونانية كلها، بسموهم يخوفاذس، يخوفاذس بالخوتة. إذن برجع للي كنت أحكيه، إنه هاي الفئة تنبأت، تكهنت كذا مرة عن نهاية العالم، وكل التنبؤات كانت زي ما بقولوا بالمصري على فشوش، يعني على الفاضي. لا، في الواقع ما كانتش على الفاضي. من جهة اعترف
ناثان نور اعترف انه هاي كانت as a nine statements يعني بعيدا منكم يعني اعلانات حميرية، يعني اعترف انها حمرنة as a nine، انه حمرنة كان بعيدا منكم التنبؤ انه نهاية العالم ستكون، ولكن ما كانت حمرنة 100% لانه كانت مكسب كبير وما تزال في السنوات اللي كانوا يحددوها كان نهاية العالم، كانت توصلهم تبرعات وكان يتم شراء وتوزيع لمجلاتهم وكراريسهم وكتبهم ضعف السنوات اللي بدنا نسميها عادية، يعني انه كانوا يستفيدون الادارات هاي، ما بحكيش عن الافراد، كانت تستفيد ماديا من تخويف البشر عن نهاية العالم. احد العناصر اللي طبعا ورد في الرسائل الرعوية لقديس بولس يعني لتيموتاوس لتيتوس انه من البشر بيكونوا بعيدا منكم وقحين عاقين للوالدين والى اخره، فاحد اللي كتبوا احد المقالات بقول انه هاي في تفكك الاسره وهي خربت الدنيا وما فيش اخلاق، كل عام احنا اسوأ من عام، زي ما كان هذاك الختيار يقول في القداس في قانون الايمان هو من اله واحد، فلما يقول كل ما يرى وما لا يرى كان يقول كل مالنا لورا. فبس هاي النظرة المتشائمة الحمد لله ليست صحيحة. مثلا بالضبط هاي السنة سنة 2012 سيتم في ميلانو بإذن الله لقاء قداسة الحبل الأعظم البابا بنديكتوس 16 مع العائلات الكاثوليكية، وطبعا العائلات الأرثوذكسية كمان مدعوة والبروتستانتية، لقاء عن العائلة الأسرة لاستعادة إيش؟ مبادئ المسيحية في الزواج وفي الأسرة، وسيعقد إن شاء الله في سنة 2012. أنا بحكي هلا بس عن العالم الكاثوليكي، أكيد في كثير نشاطات حلوة كمان في العالم الأرثوذكسي، حتى نقول إنه المسيحيون في وعي متزايد والله يزيدوا إن شاء الله لهويتهم للأخلاقيات المسيحية. دعا قداسة البابا بنديكتوس 16 إلى انعقاد سينودوس الأساقفة، وشو راح يكون موضوعه؟ إعادة الإعلان، إعادة التبشير بالإنجيل، إعادة التبشير بالإنجيل لمين؟ للأمم المسيحية، الأمم اللي نسيت إنها مسيحية، نسيت جذورها المسيحية، تنكرت لجذورها المسيحية. إعلان الإنجيل من جديد، مش إنجيل جديد، لا، إعلان الإنجيل من جديد، إعلان الإنجيل من جديد للمسيحيين، وفي كمان فقرة إعلان الإنجيل طبعاً بكل احترام بكل وقار أيضاً لغير المسيحيين، لأنه بكل احترام بكل وقار للكل السيد المسيح برضو قالنا اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم فوريفوندسون مثيتفسة باندا تأثني، وعمدوهم باسم مش بأسماء، باسم الآب والابن والروح القدس، اذهبوا في الأرض كلها وأعلنوا الإنجيل، أعلنوا البشارة إلى الخلق أجمعين. إذا إحنا على يقين نعلم أننا لا نعلم يوم مجيء الرب، ولا الكنيسة ولا العلم ما بيقبلوا بأي موقف مضلل للناس إنه نخوفهم بقرب نهاية العالم، ولكن شو منقول للناس؟ الكلمة اللي قالها سيد المسيح: اسهروا
والذي قلته للناس أقول له أقوله لكم الآن. قال السيد المسيح: اسهروا اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة، اسهروا لئلا يطبق عليكم ذلك اليوم مثل الفخ. هذا ورد في الإنجيل الطاهر. نهاية العالم بالنسبة لنا كلنا ما بنعرف إمتى، ولكن نهاية العالم لكل واحد أو واحدة منا قريبة جدا، ممكن تكون بعد لحظات، هي ساعة الموت. وهي ساعة الموت احنا نطلب من ربنا انه تتم فينا التطويبة اي التهنئة. طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده في اي هجعة من هجعات الليل وجده ساهرا، فانه ربنا دائما يلاقينا ساهرين غير نائمين مستعدين لئلا يفاجئنا ذلك اليوم ولئلا يطبق علينا كالفخ. سيدتي سادتي، إذا الكنيسة لا تقول للناس ناموا استريحوا اهملوا كونوا خاملين لسه مطولة نهاية العالم، لا، الكنيسة بتقول للناس احنا ما بنعرفش امتى نهاية العالم، ممكن تكون بعد لحظات. هاي بالنسبة للعالم كله، وبالنسبة لكل إنسانة وإنسان فينا نهاية العالم قريبة جدا بالموت أكثر مما إحنا أحيانا نتصور. والموت فيش عليه لا شرط ولا قيد ولا عمر. في العالم العربي والإسلامي بيقولوا إنه الموت حق، إحنا كمان بنقول إنه الموت حق، إنه ولكن الموت ليس الكلمة الأخيرة. وكل يوم أحد نحتفل بقيام السيد المسيح من بين الأموات، ومرة بالسنة نحتفل بهذه القيامة المجيدة يوم أحد القيامة المجيد، ونقول المسيح قام من بين الأموات وداس الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. وشكرا لإصغائكم.